إدلب ستعود للنظام. سنطهر الشمال السوري من الإرهابيين. حان وقت الحسم. شعارات رفعها الموالون للنظام وأهداف حددتها روسيا من حملتها على ريفي إدلب وحماة. النتيجة، روسيا تطالب بالهدنة ووقف إطلاق النار. ماذا حصل؟ الأيام الماضية شهدت معركة كسر عظم بين قوات المعارضة من جهة والنظام وروسيا من جهة أخرى. عشرات القتلى والجرحى في صفوف النظام. عجز روسيا عن التقدم والتوغل في مناطق المعارضة. صمود من قوات المعارضة ومقاومة نوعية. عوامل لم تتوقعها روسيا والنظام قبل حملتهما العنيفة على إدلب. من ناحية أخرى، بداية الحملة. المعارضة تراجعت أمام هجمة النظام وروسيا. خسائر في صفوف المعارضة. ضحايا بالمئات من المدنيين. تهجير وتدمير لأهالي إدلب ومدينتهم. كيف تغير مسار المعركة؟ المعارضة أدركت أن نجاح حملة الروس يعني خسارة آخر معاقلها وفنائها. تركيا حاولت أن تبقي ورقة المعارضة حاضرة كي لا تخسر آخر أوراقها بالتفاوض مع روسيا. روسيا نفسها لا ترغب بالدخول بمعركة خاسرة للمحافظة على هيبتها، بالإضافة إلى أن روسيا اكتفت بتأمين قواعدها العسكرية. في المحصلة، نجحت المعارضة في الصمود في معركة كسر العظمة. النظام لم يتحمل فاتورة الخسائر البشرية في صفوفه لتصبح الهدنة هي الخيار الأنسب لروسيا. المعارضة من جهتها لم تتحمس لموضوع الهدنة، خاصة بعد تقدمها في عدة مناطق مثل تل ملح والجبين ومدرسة الظهرة. جيش العزة بدوره أعلن موقفه من الهدنة وأكد عدم علمه بها وعدم موافقته عليها وأن المعركة ما زالت مستمرة. بالتأكيد المعركة لم تنتهي بعد، وإلى أين ستؤول الأمور؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.